أهلا بكم مشاهدي قناة الشرقية، يوم جديد، تغطية جديدة من تغطيات وأيام بطولة آسيا المقامة حاليا في قطر. نحن نتواجد في وسط مدينة الدوحة وننقل لكم الأجواء المصاحبة لبطولة آسيا، البطولة التي الآن هي في بدايتها وأجواءها الجميلة التي تجمع دول من غرب وشرق وجنوب وشمال القارة الآسيوية. اسمع داي لاعبنا بداي، تسمع داي أبيض عاشقينا هو أحلى ناس، أبيض عاشقينا هو أحلى ناس. ما تقدر علي قلبك روح جية، ما تقدر علي قلبك روح جية، أبيض عاشقينا هو أحلى ناس، أبي العاشقين هو أحلى ناس. واليوم اليوم اليوم نبقى للصباح، اليوم اليوم نبقى للصباح، عراق العلم العراقي هذا اليوم راح يكون موجود في الملعب اكيد ان شاء الله. 3-0 ان شاء الله، ان شاء الله 4. اجواء جمهور العراق شو؟ اقوى جمهور سوق واقف جمهور العراق، جمهور العراق اعداد خرافيه ان شاء الله اكيد. كل الدول جايين والله، حتى السوريين واقفين ويانا من بغداد، جايين من كوبنهاجن وجروبات، مسويين جروبات وجايين ان شاء الله بكل مكان، احنا موجودين كل مكان موجودين. اللعبه يحتاج لها اليوم تركيز ان شاء الله، والشباب قادرين ان شاء الله. يلا خلينا نشوف بعد، شوف شوف شوف، بس دير لي الكاميرا. مسيطر والله مسيطر، ليش مسيطر؟ ليش مسيطر؟ من يقدر انه؟ من يقدر انه؟ لا والله، اي والله حجي. ان شاء الله كلنا ثقه بلاعبينا. اول مره السلام عليكم. عليكم وان شاء الله نجيب الفرح. اول شيء تبدي منكم الاعلاميين، جمهور، لاعبين، ننقل هاللوحات الجميله شلون العراقيين حاملين الاعلام ويأزرون منتخبهم في هذه البطوله المهمه. ان شاء الله من الساعه 9 الصبح قاعدين. 9 الصبح؟ من 9 الصبح. صعب النوم؟ النوم صعب؟ اي والله صعب النوم. اي والله اللاعبين قدها وقدود او نقدر، والغيره العراقيه اكيد راح تحضر، والجمهور بعد اقوى. السلام عليكم، شلون الاخوان؟ شلون الامور؟ غالي الله يخليك، كل شيء تمام. جاهزين؟ 100%. والله اجواء، احكي لنا اجواء الجماهير شلون المعنويه؟ تعرف الجماهير العراقيه بكل مكان ما شاء الله ما تقاصرين، وخاصه من يلعب المنتخب انسى. من كل مكان نجي العراق، من كل مكان نجي له، من النرويج وجاي من امريكا. اي والله من امريكا جاي. السلام عليكم، شلون الصحه؟ شلون الاحوال؟ دي شوف الجمهور. سهلا. يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا. لمه حلوه. اي طبعا، هو هذا يومهم العراقيين. هذه بعد كاس اسيا. العراق يلعب البطوله. احسنت.
فهذا يومنا. أنا طبعا أتابع بصراحة الفريق العراقي وين ما كان، يعني كأس آسيا، بطولة الخليج، أتابع الفريق العراقي. نعم. وحب اليوم راح تحضر المباراة، بس هاي المباراة؟ لا لا، اليابان. اي تاخذ اجازة 10 ايام؟ اسبوع ما شاء الله، اسبوع. شكرا لك دكتور. شكرا شكرا. بلدنا هذا ابسط شيء نسوي لبلدنا، انه نجي ونازرهم، هذا واجبنا وطني، هذا لازم. باقي كل المباريات، باقي لعبة اليابان والجمعة ارجع، ردت اتمنى بس ما قدرت يعني، بس هذا ظرف. سلام. حلو حبيبي، شو اخبارك؟ كنت يمنا بالسوق اضعف، ليش تمنان؟ الاكل العراقي تعرف، الاكل العراقي شويه. الله يعطيك العافيه رينا. شلون الاخبار؟ خير تمام الحمد لله. شو اخبارك؟ رايحين للملعب ان شاء الله، حاجز عن كل التذاكر. ولدي اثنين يجون من ايطاليا، همش راح يجوك وراح يشتري لقاء هنا ان شاء الله. يعني متواصل وياهم ولدك؟ لو اللقاء هنا راح يكون، لا هم يدرسون غادي وش اسمه، شوفهم فرصه بهال، شوفهم بالاجواء الحلوه. الحمد لله الحمد لله. تسلم لي رينا حبيبي، الله يوفقك. اهلا وسهلا. مستمرين وراح نستمر الان، نتوجه الى الساحه الان حتى نشوف جماهيرنا العراقيه وهي تشجع المنتخب العراقي ومتحمسه، وهذا الحماس الكبير جدا. طبعا عندي سؤال كلش محيرني، سؤال كلش محيرني. شلونكم؟ اسرح سريع اقعد. السلام عليكم. شوف ليش الجمهور العراقي قبل كل لعبه لازم ياكل وجبه دسمه؟ والله انا ما ماكل بعد. لا بس الشباب دي ياكل. اي الشباب دي ياكل. شلون حتى يصير بيه حيل يشجع؟ احنا جايين نشجع عاد، منين جايين عاد؟ شلون طاقه من الاكل؟ اكله دسمه نروح نشجع، نبقى للسبعة لثمانية ماكو مشكلة، أهم شيء ندير بنزين هنا. نظم على المنتخب إن شاء الله. إن شاء الله. زين الشباب ياكل، أنت ليش ما قلق ورا اللعبة تاكل؟ لا مو قلق، بالعكس، لا عندي ثقة عمياء بالمنتخب إن شاء الله. شنو اللي يخليك؟ لا مو طريقت متأخر. ما طريقت متأخر، لازم سهرت هواية، لأن الشباب عاملين أباو على رسول بقيت رسول أبو القوس. حلو حلو، الجمهور العراقي مسوي جو. إيه الأجواء كلش حلوة البارحة كانت هنا سوق واقف. الشباب قالوا الجمهور العراقي إذا غادر لا سمح الله، أو الجمهور السعودي إذا غادر مسوين جو الجمهور العراقي والسعودي. بالضبط بالضبط، يعني الجالتين كان حضورهم كلش قوي بسوق واقف، والتفاعل كلش قوي. اي وان شاء الله ان شاء الله خير ان شاء الله خير. جاهز الدريس والعلم والعلم والوشاح؟ تمام ان شاء الله. منين جاي؟ من بغداد. من بغداد. وصلتوا للقطر شو وقت؟ صار لنا احنا من يوم الجمعه من الافتتاحيه. الافتتاح جاي. باقي ان شاء الله 3 لعبات المنتخب. الثلاث لعبات دور المجموعات كلها راح ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. شفت الاجواء؟ اجواء بطوله اسيا. الاجواء حلوه وان شاء الله الجماهير بلشوا يعني يجون للدوحه. من البارحة اي جو ان شاء الله، وان شاء الله هم يوم الخميس قبل لعبة اليابان هم جايين ان شاء الله وجبه، وان شاء الله نصعد ان شاء الله وناخذ المركز الاول دور المجموعه. بس تكملت الامور، كملنا احنا هسه. انت جاهز للتشجيع؟ جاهزين ننطلق ان شاء الله. احنا اول ايام جينا الجمعه كان الجمهور العراقي يعني قليل نسبيا، بس البارحه بدا التوافد. قبل كل مباراه يجمعون ويتوجهون ان شاء الله، يكون هالكباب الزين والكباب ان شاء الله، ونتوكل ان شاء الله على الله. فائل يمكن من تكون تاكل يعني الاكله عن اكله تختلف، يعني اذا اكلت كباب ورحت للملعب يعني باي اكله تتفائل قبل؟ فائل السمك يعني اكيد. مسكوب مسكوب فوز 100%. صدق يعني والله والله صراحه قلت لك احنا الموضوع التشجيع ما له علاقه بهاي الامور، قلت لك احنا رايحين نشجع المنتخب حتى لو كان اداءه متوسط، احنا ان شاء الله يكون اداء الله، احنا وياهم ان شاء الله ومسانديهم وان شاء الله تاهل من دور المجموعات ان شاء الله. استمر. انا ميت من الجوع. والله استمر انت والله. اليوم وصلنا قطعناك. اقول لك احنا طلعنا من النجف البارحه من الساعه 12 اليوم ما ماكلين. انت من النجف؟ اي والله جينا انا والسيد الله يسلمك. زين؟ شلون ما اظل دايس؟ لازم اظل بعد ما شبعانين. قبل ما تدوس بالكباب عندك كلمة تقول؟ والله ان شاء الله التوفيق للمنتخب وان شاء الله تأهل للدور الثاني ان شاء الله. ان شاء الله. تفضل كمل كمل. لا لا رحم الله والديك. شكرا لكم، واحنا الجماهير العراقيين نحييهم لانه حاضرين، جايين من النجف، جايين من سليمانية، من دهوك، من الموصل، من البصرة، هواي هواي محافظات، تقريبا كل محافظات بجوي وتعنوا من بغداد. اكو ناس جيتي من اوروبا، المغتربين اللي عايشين خارج العراق. حلوه هاللمه هاي، منتخبنا هو منتخبي مثلنا كنا. اخوي العزيز ان شاء الله
الله يسلمك سامي. هذا عيد عندنا من منتخب نلعب ونوقف خلفه. الاخ قال هو مو منتخب شخص معين، هو منتخب العراق. شكرا لكم، دوس. باي باي. انا العال واليوم الفوز يسود الرافدين. شو تقول بالفنلندي؟ الفوز يسود الرافدين. الامور تمام، كلش تمام. التجمع راح يصير يعني في الساحه الموجوده، وراح يكون الجمهور العراقي. شلون شفت تكاتف الجمهور العراقي وجايين من اوروبا، جايين من البصره، من كل الدول، من كل الدول جايين، ايد واحده، وراح ننصر منتخبنا العراقي ومنتخبنا العراقي فايز بحيل الله. وانا متاكد ومتفائل الكاس حيكون بغداد. شو تقولون انتم؟ يا باشا شو تقولون شباب؟ الكاس بغداد لو مو بغداد؟ يا عيني بغداد. جاوبوك والله. اي والله الكاس بغداد لو لا؟ شوف احنا سويناها ب 2007 اوكي؟ هالمره راح نسويها، ومره ثانيه نسويها، ومره ثالثه نسويها ان شاء الله. يقول ها اخوتها، الجمهور اي هذا ملعب ذاك ملعب، وين ما تردونا نلعب. لا هي مو هيك مو هيك، انا حعدك يا يلا. هذا ملعب ذاك ملعب، وين ما تردونا نلعب. هذا ملعب ذاك ملعب، وين ما تردونا نلعب. هذا ملعب ذاك ملعب، وين ما تردونا نلعب. حيو حيو العراقي، حيو حيو العراقي، حيو حيو العراقي، حيو حيو العراقي. الكاس النخبات على الاساس للملعب، للملعب بيه على الاساس. انت لاعب لعب بالسمش هسه، تعال خلينا نحكي. والله انت تحب العراق حب جميل جدا. السمكه شهيه، وانت قطعت اكلك على السمك، وتريد كل تقول انا من الجنوب، من الناصريه. نعم من الناصريه. نعم من الناصريه. من الناصريه، من الرفاعي. والنعم الرفاعي. نعم نحب السمك يعني بالبدايه. بلشنا بالسمك اليوم لان ورانا مجهود ان شاء الله، ومجهود يعني عظيم. راد لك طاقه راد لله. فاليوم ان شاء الله اليوم نقلب الدنيا اليوم. اليوم بعون الله منتصرين وفايزين، ونتمنى التوفيق لمنتخبنا الوطني. وطموحنا احنا مو بس الدور الاول، نطلب من لاعبينا انه يركزون بالمباراه. احنا هذا المنتخب هو منتخب العراق. كاكا حبيبي تعال تعال كاكا، شنو الموضوع؟ الاكراد وناصريه. هلا 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 كاكا، جاي الكردي الجميل هذا. ايه كلش جميله والله. انا يعني زور جوانه، زور جوانه. انت جاي تشجع المنتخب الوطني؟ تعال اخوي تعال تعال كاكا، كاكا ورا كاكا. ساعه امورك. هذا الرائع الجميل، ملابس كردية. هذا زي الجميل اللي نعتز به. اي والله. اليوم جايين من اي محافظه؟ من اربيل. من اربيل. اي اربيل جاي ان شاء الله. اي يوم شوف المنتخب العراقي 3-0 ان شاء الله. جاي للدوحه على مود تشجع المنتخب العراقي. العراقي ان شاء الله، ان شاء الله فايز ان شاء الله. هو المنتخب بعرب وكراد وكلهم. من كركوك احنا، من كركوك جايين، وجماعتي من سليمانيه جايين. ترى كلنا كراد على لعبه العراق. شو تبي عندك؟ تحيي العراق بالكردي. بجي العراق ان شاء الله. عراق دباتو. يا عيني يا عيني. عراق البراوي ان شاء الله. هذا اشيباته وتسول كاسي خليزمان هنا ان شاء الله. كاسي اسيا شهر ايهنين، كاسي اسيا هل ايهنين؟ اي والله هل ايهنين. عراق يحييك من الناصريه، من الرفاعي. حلو حلو. ها حلو هذا اللحمه الوطنيه يعني صراحه. جاي بلبس الكردي، تحت النفس. العراقيين جايين من كردستان العراق، تحيه الى كردستان العراق، ومن بغداد، ومن الجنوب، ومن كل المحافظات العراقية. وإن شاء الله نتمنى من لاعبينا أنه يقدرون هذا الشيء، وإن شاء الله يقدمون، إن شاء الله أمانة معقودة عليهم، وإن شاء الله يلبوننا كل طموحاتنا. لازم كركوك. من كركوك. إيه من الواسطين. من حي عدن. من حي عدن. الله يسلمك. لازم تأكل وجبة مضبوطة إن شاء الله. كنا ان شاء الله. طبعا 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 ان شاء الله. توك كركوك شو تقول لهم هسه؟ رحت من خابرتهم ايش قلت لهم على اجواء البطوله والمباراه؟ حلوه، كلها عراقيين كلها عراقيين. اي منين؟ من النجف. من النجف حبيبي. والله اليوم السوق واقف كله عراقيين، يعني احتليناه الله شاهد. وان شاء الله يعني هاي الجماهير تستاهل الفوز، وان شاء الله المنتخب الوطني يقدم مستوى رائع،
وان شاء الله يعني نوصل بعد نقطه بالبطوله ان شاء الله. يلا شعب رياضي وشعب معطاء ودائما موجودين بكل المحافل وبكل اينما يذهب المنتخب العراقي يكون الجمهور العراقي متواجد وبقوه. تحيه خاصه لهذا الجمهور العظيم صراحه، فجمهورنا يستحق الكثير الكثير يستحق، لان دائما مساندين منتخبنا بكل المحافل واينما ذهب المنتخب العراقي تجد الجمهور العراقي متواجد. تحيه خاصه لقناتكم قناه الشرقيه للناصريه وللرفاعي. زين يلا السمكه بعد اول ها ازينها اعطيناكم. السلام عليكم، شلون الصحه؟ الحمد لله. شلونك حبيبي دينا؟ تعالوا شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ صورني انا ما راح اصور. شلون الاخبار؟ الامور تمام؟ فول الفول بشوفتك وبشوفه لعبه المنتخب اليوم ان شاء الله. اليوم الجماهير تجمعت. مو مثل الجمهور، اليوم العراق باكمله متجمع كله على مود العراق، وان شاء الله يوم اللاعبين يفرحون هذا الجمهور ويفرحون الشعب العراقي يا جماعه، وبالتوفيق للعراق بالبطوله كلها مو لعبه واحده. لاحظت بالجمهور شنو اللي عجبك بالتشجيع العراقي؟ العراق كله حلو ما شاء الله، يعني مو بس جمهور، هو العراق حلو هاي واحدة. اثنين احنا اليوم كاعلام، احنا قبل لا نكون اعلام احنا جمهور، اليوم جمهور المنتخبنا يجمعنا هذا الشعار. اي ما شاء الله هذا يجمعنا حب الوطن والله اكبر العراق. انت قريب على المنتخب، كيف معنويات اللاعبين الامور شفت منهم؟ اللاعبين يعني انا حسب ما شفتهم يعني هم داخلين لهاي البطوله يردون يوصلون لابعد نقطه. حماس ما يهمهم انه المنافس منو، ما يهمهم اليابان فيتنام. تعال حبيبي اقول لك انا العب تحت اسم العراق، انا مسؤوليتي اليوم اسعد 40 مليون عراقي منتظرني بالعراق، فهذا اللي شفته باللاعبين. يعني حتى العراق يحب الصعب وكل شيء صعب والريده. الوحدات التدريبيه اللي بمعسكر ابو ظبي انا كلها حضارتها. اللاعبين يعني شلون نقول مرتاحين لما يشوفون الجمهور، يعني انا نسال اللاعبين الجمهور لما يشوفون الجمهور غير، يعني يقول احنا نتمنى نلعب وتحت تصفيق هذا الجمهور. تعال هني تعال وين رايح؟ وين رايح؟ وين احمد؟ قول لي انت منين حبيبي؟ منين؟ هندي اخوي، انا هندي. عاشتني لا قصدي يعني منين جاي؟ مقيم هنا؟ مقيم برا؟ والله مقيم برا يعني بصراحه. وين؟ اي بالدنمارك. كوبنهاجن؟ جماعه الدنمارك شنو؟ وايد جايين. طبعا هاي الوطنيين هيك بعد شعبالك ما شايف شي انت بعد. ان شاء الله شوفني ايش راح تشوفنا بالملعب. والله راح اهازيج ان شاء الله، بس ان شاء الله ولدنا لازم يعوضون ان شاء الله. ان شاء الله يقعدون بالساحه صح؟ اي ان شاء الله، بس ان شاء الله ولدنا ان شاء الله يستهانون بالمنتخب الاندونيسي يعني. ولا بالياباني ولا بالفيتنامي. لا الياباني خليه يستهانوا ان شاء الله عشان يستهان، بس الاندونيسي والفيتنامي والله لا يستهانوا. يلا السلام عليكم. الامور تمام؟ جاهزين مو؟ ان شاء الله اليوم الانتصار للمنتخب. احنا جايين من مختلف المحافظات ندعم وناظر المنتخب، انا جاي من الموصل، الاخوان من بغداد، جايين سوا متفقين ان شاء الله الفوز اليوم للمنتخب. بالرغم انه عدم الاستهانه بالخصم مهما كان، وان شاء الله اليوم الفوز، لان عندنا مباراه قادمه امام اليابان، نتمنى انه على اقل تقدير التعادل. ويعني نتمنى صداره المجموعه، لكن هذا الشيء صعب ولكن تمني ومن الله التوفيق. بس احنا نعطيهم بروفه، ايش راح نقول بالملعب؟ ايش راح نسوي؟ يلا واحد يعني اهتف لكم اني؟ يعني اني راح احضر بين الاعلاميين، ما راح احضر وياكم، طبعا الاعلام العراقيه دريسات منتخبنا الوطني. تعال كابتن تعال يمين، هذا ريسك يخبل. هم راح يلبسون ابيض هواي صح؟ اي الاخضر ما راح يلبسوه بالمجموعات. الشباب متحمسين كل ان شاء الله الفوز عراقي ان شاء الله، متحمسين وجاينا من العراق متعنين للعراق. من العراق متى وصلتوا؟ والله قبل يومين وصلنا. من البصره؟ اي والله من البصره. اي والله يرحم الله ابيك الله يخليك. من البصره هواي جاي كلش هواي، لان احنا بعد احنا نظمنا خليجي وصار لنا احنا اهل البطوله صدق. اقليمي صار. اقليمي صار اقليمي. شلون اجواء الجمهور؟ جمهور كل شيء واي والله ما شاء الله، جمهور متحمس وقبل يومين الجمهور وصل، وخصه امس يعني خصه جماعه بغداد جمعت الروابط فادي من البصره وعلي المالكي ورسول ابو القوزي. رسول ابو القوزي ما شاء الله سووا حماس كلش قوي للجمهور. لوحات حلوه اللي يسوون. السلام عليكم، شلون الصحه؟ الحمد لله. هاي شلون؟ شلون الحمد لله؟ امور تمام؟ كل شيء تمام والله. تجمع بديتوا بالتجمع؟ بدينا الحمد لله، باحه وصلنا انا واخوي. اي والله تعال دريس الحلو، خلينا نشوف دريسك عاد. قولي هنا
شيكاغو؟ من امريكا يا. 14 ساعة 15 ساعة؟ اكثر. يستاهل شوي حتى مرضى لانه احنا الجو يوم الجو شويه صح حر وبرد. وراهم وين يروحون ان شاء الله؟ ان شاء الله حبيبي. العراق عضوي. المنتخب العراقي عضوي ان شاء الله. السلام عليكم يا اخي. والله شلونك حبيبي؟ شو اخبارك؟ شلون الامور؟ منين؟ انا من العراق. شلون في العراق؟ من دياله. من دياله. اهلا وسهلا المدام. اهلا وسهلا. العفو اختي. هاني طيب اطفال. اختي دكتوره نور. الدكتورة شايلة العمل. نعم 3 علام. ما شاء الله. 3 قوال. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله 3. نفوز نفوز 3 اليوم. ان شاء الله. قول ان شاء الله يا رب. فايزين باذن الله. فايزين. الدكتورة قالت لك خل نروح لو انت صاحب منه صاحب اللي انا داعيها وانا عازمها. على حسابي طبعا. طبعا. ان شاء الله الفوز. ان شاء الله الفوز. شكرا لكم على التغطية الحلوة هذه. شكرا لكم ولدياله. الناس رائعين. شكرا. مع السلامة. مع السلامة. هاي جماهير العراق. السلام عليكم. شلونك؟ شلونك؟ تعال بس خلينا نشوف الدريس. شلونك؟ شلونك؟ الله يخليك. الله يخليك. جاي منين؟ والله من الموصل. الموصل؟ خصيصا البطولة. ما شاء الله. الله يخليك. متحمس جدا. ومن وقت؟ صار لي 3 ايام. شو بعد؟ لا والله بعد. الغداء. انا انصحك بالغداء القوي. كباب سمك ما بيهمك. صوتي راح هسه يحتاج شوية. صوتي راح بالهازيش. الجو شوية يتغير. اكيد اكيد اكيد. آسيا تذكرين لو ناس. احنا ابطالك. آسيا تذكرين لو ناس. احنا ابطالك. آسيا تذكرين لو ناس. لو ناس. تذكرين لو ناسي احنا ابطال اسيا. تذكرين لو ناسي ابطال اسيا. لو بالدمام بالصين لو برض الشام. علمنا فوق الاعلام الوطن العالي. صوت واحد صوت واحد حتى الجاي يزورون. يلا بنروح بالدم نبيك يا عراق. بنروح بالدم نبيك يا عراق. بنروح بالدم نبيك يا عراق. بالروح بالدم نبيك يا عراق. بالروح بالدم نبيك يا عراق. هذا هو من الله التوفيق. شكرا. طبعا جماهيرنا العراقيه. هذا الدفل من اي جماهيرنا العراقيه مسويه جو واعلام عراقيه ودريسات عراقيه. شنو هالحماس؟ من هناك جيت؟ اركض اركض حبيبي رحم ولدك. طبعا احنا نشجع المنتخب العراقي وجايين. احنا من السويد. اي والله. ما جايين من السويد. دنمارك. دول اسكندنافيه. كنا من الدنمارك. ما شاء الله. هولندا. هاي مج. هاي من العراق. من العراق. من العراق. من البصره جبتها. أموت على العراق. أموت على البصرة. بهذه الحماسة وهذا التشجيع وهذه المؤازرة ستدخل هذه الجماهير إلى الملاعب التي سيلعب بها منتخبنا الوطني وستشجع وسيكون نداها الوحيد هو العراق. جماهير كبيرة وغفيرة وصلت إلى الدوحة قادمة من دول في أوروبا وأمريكا وأستراليا ومن مدن مختلفة من العراق لتشجيع المنتخب الوطني العراقي. تغطياتنا مستمرة وجماهيرنا العراقية بحماس كبير تقف خلف هذا المنتخب الذي يلعب في بطولة الأمم الآسيوية في تغطيات قريبة إن شاء الله. نستمر من على الشرقية. دون نلعب ما ينطوه ما ينطوه دول شباب العراق ما ينطوه.
ولا تنحب انت وياهم شو الكاش يتمناهم لا تلعب انت وياهم ان شاء الله الفوز عراقي، واللي يقول هل المنتخب العراقي راح يصعد مجموعه، احب اطمنكم ان المنتخب العراقي في اي بطوله مرشح للبطوله، يعني سالفه انه يصعد ما يصعد هذا الكلام منتهين منه. انت فكر المنتخب العراقي هل بيشل البطوله في المباراه النهائيه؟ لو لا وراح ناكل الجيمر ان شاء الله.